غزة ما فيش فيها سينما بالأساس. ثقافة السينما هي ثقافة غير موجودة في المجتمع الفلسطيني الغزي، بالتالي احنا اتحنا الفرصه للناس تعرف شو يعني السينما. بميز السينما كباص سينما انه يستطيع الوصول للمخيمات، يستطيع الوصول للاماكن المهمشه، للمناطق الحدوديه. الباص يعمل على تنفيذ عرضين، عرض اندور داخل الباص واوت دور خارج الباص. يتسع الباص لعدد 63 من الحضور وثلاثه من ذوي الاعاقه. صمم لذوي الاعاقه مصعد هيدروليك ايضا متحرك يستخدم ذوي الاعاقه دون حاجه لمساعده الاخرين. العرض الخارج الباص يمكن ان يوصل عدد 500 واكثر من الحضور، لانه الشاشه الخارجيه شاشه بروجيكتور متحركه تاخذ اكثر من ارتفاع وابعاد. شعب السينما يقدم أفلام، هذه الأفلام هدفها تعزيز مفاهيم إيجابية في المجتمع الفلسطيني، بيخدم فئة أطفال، بيخدم فئة شباب، بيخدم فئة طلائع، بيخدم أهالي الأطفال. أنا أول ما شفت بس سينما انبسطت وحبيت الفكرة كتير، والأفلام كمان حلوة والصوت بتحس حالك في سينما حقيقية. أنا شفتها على التلفزيون برا، بس هاي أول مرة بحياتي أشوفها في الواقع وأجرب التجربة هاي. نتمنى لقدام إنه يصير في سينما كبيرة، أجي أنا وأخواتي وأصحابي وأهلي نيجي نحضر مع بعض.